يونس. صباح الفل يا زيتون يا فل. أنا كنت عايز أحكي لك موقف حصل امبارح وزعلني قوي. احكيلي. امبارح وأنا راكب العربية مع بابا شفت راجل عجوز كده قاعد في الشارع وحاطط مناديل بيبيعها. صعب عليا خالص. قلت لبابا أنا عايز أساعده، فبابا وقف جنبه وأنا نزلت اديت له 10 جنيه كنت محوشها ومشيت. تمام. فلقيته جاي ورايا وبيقول لي لازم تاخد بفلوسك مناديل، أنا مش بشحت. وزعل مني مع إني كان قصدي أساعده. بص يا زيتون، أنت تصرفك ده بصراحة جميل جدا، بس لازم لما تيجي تعمل خير تاخد بالك من شوية حاجات. زي إيه؟ أولا لازم نفكر كويس مين اللي هنديله الخير أو المساعدة. يعني مثلا الراجل اللي أنت شفته مبارح راجل كويس لأنه ما كانش عايز ياخد فلوس ما يستحقهاش، هو كان بيبيع مناديل علشان يكسب فلوس من غير ما يتسول أو يشحد أو حاجة، فهو عايزك تشتري منه المناديل، ما طلبش منك حاجة غير كده. طيب وثانيا؟ الطريقة اللي هتوصل بيها المساعدة. المساعدة ممكن تبقى حاجة تانية غير الفلوس. في ناس مثلا بتاخد الشنط اللي عندها بتاعت السنة اللي فاتت بتاعت المدرسة وتشوف أولاد محتاجاها وتديها لهم. في ناس بيبقى عندها لبس قديم مش محتاجاه وتيجي عند دخول المدرسة يدوها للولاد اللي محتاجينها. أو مثلا كتب أنت مش محتاجها تديها لناس تانية. مثلا في المناسبات، في الأعياد، في الصيام، ممكن الناس توزع على بعضها حاجات زي كده. شوف مين اللي محتاج وما عندوش الأكل أو الحاجات المتوفرة ويروحوا يدوها له ويكونوا مبتسمين كده ويقولوا له كل سنة وانت طيب. طيب معلش بقى، ايه الطريقة اللي أقدر أوصل بيها المساعدة دي من غير ما حد يزعل مني زي الراجل بتاع المناديل؟ تسأل الكبار يا زيتون. ما ينفعش يا زيتون أتصرف من دماغي، أسأل بابا أقول له بابا هو عمه ده أنا ساعده إزاي؟ بابا أنا لو عايز أساهم في الخير أعمل إيه؟ بابا أنا لو عايز بداية المدرسة عندي حاجات أنا مش محتاجها أوزعها إزاي؟ بابا هو اللي هيقولك توزع الصح إزاي؟ دايماً الكبار هم اللي عندهم الفكرة الصح اللي هيقولوها لنا إن إحنا نوزع بيها أو نساعد بيها غيرنا. أنا موافق على اللي أنت قلته ده، ولما يكون معايا فلوس هنزل على طول أشتري منه مناديل.